أولا نثق كل الثقة إنه 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 مأرب فيها من الإمكانيات وفيها من الاستعدادات ما يجعلها بعيدة جدا عن السقوط أو الانكسار العسكري، ونحن مطمئنين كثيرا لهذا الأمر. وبالتالي أي جهود تقوم بها المملكة العربية السعودية أو أي طرف آخر، الأمر ليس محصورا فقط في المملكة العربية السعودية، أي طرف آخر يكون عنده القدرة على اختراق التعنت الحوثي للجنوح نحو السلام سيكون مرحب به. أتتوقع أن تهديد الحوثي لحضرموت حقيقي أم تهديد هامشي؟ ليس لدي معلومات في هذا الصدد، لكن في كل الأحوال حضرموت متماسكة سياسيا، فيها من القدرات والإمكانيات العسكرية ما يمكنها للدفاع عن نفسها، فيها من التكاتف المجتمعي وتوحيد الموقف السياسي بدرجة عالية، وهذه مقومات أساسية جدا. طيب، تجعل حضرموت بالحقيقة أستاذ أكرم على أي اختراق. هناك رسالة تبعث بها حضرموت اليوم لليمن وللعالم، وهو رسالة مهرجان البلدة. هذا الحضور الثقافي، هذا التنوع العام، هذا الجمال، هذا الاحتفاء بالفن والمعرفة، هذا الحضور الاجتماعي المكثف لأبناء حضرموت، ماذا يقول؟ يقول هذه حضرموت، هذه حضرموت التي ينشدها أبناءها، هذه حضرموت التي يتمنى أن يكون كل اليمنيين نموذج يعبر أو يقتدي بحضرموت. وبالتالي أعيد أقول إنه حضرموت ترفض أي صراع سياسي على أراضيها، ترفض أي احتقان يؤدي إلى تمزيق النسيج المجتمعي فيها. حضرموت محبة للحياة، محبة للتعايش، ترسل دائما رسائل حب ووفاء للجميع، لا تكره أحد، ترحب بمن يأتي إلى أراضيها. لها مواقف كبيرة جدا في هذه السياقات، وبالتالي نأمل أن يكون الجميع محافظا على حضرموت.